تبارك إلهنا كل حين الآن وكل أوان وإلى أبد الدهور آمين. إخوتي أخواتي، اليوم أو أمس قرأنا من رسالة القديس يعقوب، وتسمى من الرسائل الكاثوليكية. شو يعني الكاثوليكية؟ الكاثوليكية هما كلمتين يونانيتين، كاثولون يعني الكامل الجامعة. إذن هي رسالة وجهها القديس يعقوب إلى كل المسيحيين، مع أن الآية الأولى تقول أنه إلى الاثني عشر سبطا في الشتات، يعني كأنه يتكلم مع كل اليهود، طبعا كل اليهود المسيحيين، كل اليهود الذين تنصروا، الذين اعتنقوا المسيح، اعتنقوا المسيحية. ولكن جيد، لفت انتباهنا الآية الأولى. أكيد مرت عليكم عدة مرات: يا إخوتي لا يكن لكم إيمان بربنا يسوع المسيح ذي المجد في المحاباة. المحاباة يعني تفضيل بشر على بشر، تفضيل ناس على ناس. خصوصا ينتقد القديس يعقوب، ينتقد المحاباة مع الأثرياء، مع الأغنياء، يعني كما يقول المثل الغني بغنوله، الغني بغنوله، يعني كما نقول في اللهجة العامية بغاوزه مع الغني أو القوي. هذا ما ينتقده القديس يعقوب. يقول: إن دخل إلى مجمعكم، مجمع اليهود، رجل بخواتم ذهب في ثياب بهية، ودخل أيضا فقير بثياب وسخة، فنظرتم إلى اللابس الثياب البهية وقلتم له: اجلس أنت هنا حسنا، وقلتم للفقير: قف أنت هناك، أو اجلس هنا تحت موطئ قدمي، فهل لا ترتابون في أنفسكم وتصيرون قضاة أفكار شريرة؟ اسمعوا يا إخوتي الأحبة، أما اختار الله فقراء هذا العالم أغنياء في الإيمان؟ إذن ماذا نستنتج؟ هذه هي الفكرة، إنه يجب أن نفضل نحن الفقير على الغني، لأن الغني يدبر أموره، الضعيف على القوي. ولكن أحيانا مع الأسف مصالحنا تجعلنا، أو عواطفنا، إما المصالح أو العواطف، هذه هي الفكرة. الآن الآية الأولى: يا إخوتي لا يكن لكم الإيمان بربنا يسوع المسيح ذي المجد مع المحاباة. المحاباة بالعربي الدارج يعني الغوز، نغاوز مع الناس، يعني نفضل إيثار، كما قلنا الثري القوي، كل هؤلاء. طبعا لم تلحظوا شيئا، لأنه نحن الحمد لله متعودون على الترجمات النزيهة للكتاب المقدس. اسمحوا لي أن أعود إلى النص اليوناني الأصلي. يقول: مي إيخيتي يعني لا يكن عندكم. مي إيخيتي، اطلعت على ترجمة العالم الجديد لفئة شهود يهوى. طبعا يهوى موجودة في العهد القديم أكثر من 6000 مرة، ولكن ولا مرة موجودة في العهد الجديد. إذن هؤلاء قوم العهد القديم، لأنه أساساً ما فيش حرف ها في اللغة اليونانية، لا في نصف الكلمة ولا في آخر الكلمة. إذن يهوى فيها مرتين حرف الهاء. مي إيكيتي هو للنهي، لا يكن عندكم، يعني لا تمتلكوا الإيمان بربنا يسوع المسيح مع المحاباة للبشر. ماذا نجد في ترجمة شهود يهوى؟ بدل ما تكون نهي
تصبح استفسار، تصبح سؤال: هل عندكم محاباة مع الإيمان بربنا يسوع المسيح؟ هي مش هل عندكم، هي مي إيشتي، زي اليوم باليونان الحديث مي كان إيشتي، يعني ما تعمل هيك، لا تمتلكوا، لا يكن عندكم، مش هل عندكم، هذا التحريف الأول. ولكن التحريف الثاني تيمبيستين، الإيمان تكريو إيموني سو خريستو، الإيمان بربنا يسوع المسيح تيس دوكسيس يسوع. لاحظتوا حتى ولو ما بتعرفوا يوناني، عفوا، يسوع خريستو شو يعني يسوع خريستو؟ يسوع المسيح. يسوع خريستو تيس دوكسيس، دوكسا سيكيريا، يسوع خريستو تيس دوكسيس، يسوع المسيح ذي المجد. تكريو إيمون يسوع خريستو تيس دوكسيس، الإيمان بربنا يسوع المسيح ذي المجد. لمين المجد؟ المسيح. تكريو إيمون يسوع خريستو تيس دوكسيس. ماذا نجد في ترجمة شهود يهوى؟ الإيمان بربنا يسوع المسيح مجدنا. إيه؟ مجدنا. لمين صار المجد؟ إلنا. بطل المجد للمسيح، أزالوا المجد عن المسيح، وبدون أي سبب، بدون أي سبب في اللغة، بدون أي سبب في القواعد. شو الإثبات؟ إنه النا هاي حطوها مرتين، تكريو إيموني يسوع خريستو، هاي ربنا. طيب تيس دوكسيس ليه زدتوا عليها كمان مرة إيمون مجدنا؟ يعني في نا بس مرتين ولا مرة واحدة؟ مرة واحدة. هم إيش؟ الإيمان بربنا، إيمان ربنا يسوع المسيح مجدنا، هاي زادوا النون ألف، مع أنها طبعا غير موجودة في الأصل، ومع أنه وين شفتوا وسمعتوا كلمة المجد وين مربوطة؟ فينا ولا في يسوع المسيح؟ يسوع، بعيد هالمرة الرابعة معلش، يسوع خريستو تيس دوكسيس، يعني له المجد. ليست هذه المرة الوحيدة التي يرفض فيها شهود يهوى أو رئاستهم، يرفضون المجد للمسيح. طبعا لماذا يرفضون المجد في المسيح؟ لأنه في الفكر اليهودي المجد لمين بس؟ ليهوى. فكل مرة في سجود للمسيح بحرفوها، كل مرة في مجد للمسيح بحرفوها، لأنهم تابعين العقلية إيش؟ اليهودية، نفس العقلية اليهودية اللي بتخليهم سموا حالهم 1931 شهود يهوى. المسيحي إيش لازم يسمي حاله؟ شاهد مين؟ شاهد المسيح. المسيح ماذا قال؟ ستكونون لي شهودا، مو إيسستمارترس، ستكونون لي شهودا، أعمال رسل فصل 1 آية 7. خلينا نشوف آية تانية، أغلبك تفتشنا على كورنثوس الثانية، كورنثوس الثانية فصل 4 آية 4. معلش نشكر الأخ ساهر دائما على تعاونه معنا وهالتصوير الحلو مع الأخ أبو ميشيل كمان. كورنثوس الثانية، شوفوا شطارتي كيف حفظتها، يعني أنو فصل؟ 4 وأني آية؟ 4. كورنثوس الثانية الفصل الرابع الآية الرابعة. أنا خليني أشوفه أول هون بالنص اليوناني الأصلي. سنجد أيضا المجد للمسيح، بس هذول اللي عندهم الفكر اليهودي ما توفيش معهم، لا تناسبهم هاي آية، لا تناسبهم، لأنه فيها المجد لمن؟ للمسيح. عشان هيك إحنا مش لازم نسكت، مش إحنا نفضح هذا الشيء لأننا نكرههم، لا، نحن نحب جميع الناس، والمحبة تفرح بالحق، والمحبة لا تفرح بالظلم، هذا ظلم، هذا خداع،
هذا تحريف. طبعا هاي فئة غير مسيحية أساسا. المحبة تفرح بالحق، المحبة لا تفرح بالظلم، كورنثوس الأولى فصل 13 آية 6. إذن هاي كورنثوس الثانية فصل 4. أنا سأقرأ وبعد كل كلمة رح أطلب من الأخ ساهر إنه يقرأ لنا، بس زي ما بقولوا بالمصري حبة حبة كلمة كلمة. أوثيوس تو أيونوس تو تو، يعني إله هذا الدهر، بيتكلم عن الشيطان. إتيفلوسين تانويماتا تونابيستون، يعني أعمى بعيد منكم بصائر غير المؤمنين. لماذا؟ أنت معاي لألا. إستومي أفخاسي، شو يعني؟ لألا تضيء لهم لسه. تون فوتيسمون، لألا إيش؟ تضيء لهم. فوس فوتوس النور، فوتوغرافي، فوتوغرافي يعني كتابة بالضوء، هاي معنى فوتوغرافي الصورة، فوتوغراف. فوس فوتوس يعني النور. إذن تون فوتيسمون يعني إنارة. طيب بعدين تو إيفانجليو، تو إيفانجليو بس كلمة واحدة بدنا منك سهل. إنجيل، إنجيل، إنجيل. تيس دوكسيس مجد، مجد. تو خريستو المسيح، المسيح. هلا خليني أقرأها كلها مع بعض. تون فوتيسمون تو إيفانجليو تيس دوكسيس تو خريستو، لأضيء مجد، لأضيء إنجيل مجد المسيح. لمين المجد؟ لمين المجد؟ مسيح. اقرأ لنا اياها عندك لطفا كلها. نعم. إضاءة او ليضيء، لئلا يضيء لهم إنارة إنجيل مجد المسيح، لئلا تضيء لهم إنارة فوتيسمون إنجيل تو إيفانجليو مجد تيس دوكسيس تو خريستو المسيح. لمين المجد كمان مرة؟ للمسيح. ماذا نقرأ في ترجمة العالم الجديد لشهود يهوى أو يهود يهود عفوا شهود يهوى؟ ماذا نقرأ؟ إضاءة الإنجيل المجيد عن المسيح. لمين نقل المجد؟ للإنجيل. بدل ما يكون مجد المسيح إيه صار؟ مجد الإنجيل، مع أنه النص واضح. تون فوتيسمون إنارة تو إيفانجليو إنجيل تيس دوكسيس مجد تو خريستو المسيح. واضح المثل هذا؟ وعندنا أمثلة أخرى زي ما قلنا، كل مرة في سجود للمسيح إيش بصير؟ بزيحوا وبحطوا أدى الولاء بدل السجود. أما مثلا السجود لله بخلوها سجود، السجود للشيطان بخلوها سجود. مش الشيطان شو قال يسوع؟ قال يسوع أعطيك هذه كلها إذا سجدت لي. إذا بتطلع على ترجمة شهود يهوى، ولما الشيطان بحكي نفس الفعل بروسكينيو، إيش منلاقي؟ منلاقي بترجموها مظبوط سجود. طيب هنا انتهى القسم الأول من حديثي. القسم الثاني هلأ نضع استراحة صغيرة وشكرا لإصغائكم.